خمسة تاع الصباح كانت النو هادي، ما كانش اللي يقول لك هادي تاع صوروا الفيديو، هذيك لا فيديو لا دور ما كانش منها. مشيت تاع امين ومشي هما كاع، كانت الخمسة تاع الصباح، كان برويار، كان شويه ضباب، كانت النو خيط من السماء. ما كانش اللي يكذب عليك يقول لك هاك. وماتوا في الثلاثه، ما ماتوش في الثلاثه، مات امين الله يرحمه، مات بوسماحه، شوفير مازال راه حي. رافقكم وفاه الفنان محمد بوسماحه والموزع الموسيقي امين لاكولوم. وفاة محافظ مهرجان الراي محمد بوسماحة والموسيقار أمين لاكولومب. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وفاة الفنان محمد بوسماحة والموزع الموسيقي أمين لاكولومب. أعلن صباح اليوم الاثنين عن وفاة الفنان ونجم أغنية الراي محمد بوسماحة بالأراضي البلجيكية، وذلك إثر حادث مرور مروع كان قد أودى قبل ذلك بقليل بمرافقه الموزع الموسيقي المعروف باسم أمين لاكولوم. وكان هذا الأخير قد نفذ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما نقل محمد بوسماحة على جناح السرعة إلى مصلحة الإنعاش بإحدى المستشفيات القريبة قبل أن يستسلم لجراحه صباح اليوم. وكان فقيد الأغنية الروية في جولة فنية مؤخرا بإيطاليا قبل أن يتحول إلى بلجيكا في نفس الأطار عبر الأراضي الفرنسية لإحياء بعض السهرات الفنية هناك قبل أن نتعرض لحدث مروع أنا بحياتهما معا. يذكر أن الفقيد محمد بوسماحة ومحافظ المهرجان الوطني لأغنية الراي للسنوات الأربع الأخيرة، بعدما كان هو في ريعان شبابه واحد من ألمع الأصوات الواعدة التي سطع نجمها في عالم ألحان وشباب منذ سنوات خلت، فيما صنف الفقيد الآخر المعروف باسم أمين لاكولوم كواحد من أبرز العازفين والموزعين والموسيقيين الذي ارتبط اسمهم بنجوم أغنية الراي. تصدر محركات البحث تفاصيل وفاة مطرب شهير في حادث مروري. تصدر المغني الجزائري محمد بوسماحة محرك البحث جوجل بعد الحادثة التي تعرض لها في بلجيكا والتي أودت بحياة رفقة العازف الجزائري أمين لاكولوم. فما القصة؟ وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الفنانين وكلاهما عضو في الديبان كان في جولة فنية قصيرة بعدد من البلدان الأوروبية بينهما بلجيكا. ومن الأسماء الشابة الواعدة في موسيقى الريكورد عرف عن الثنائي حبهما الكبير لهذا النوع من الموسيقى الجزائري ورغبتهما الدائمة في التجديد والتمييز من خلال العديد من الحفلات الفنية التي نشطها بالجزائر وخارجها. جثمان محمد بوسماحة سيصل إلى الجزائر غدا، وهذه تفاصيل الجنازة. أعلنت مديرية الثقافة والفنون لولاية سيدي بلب العباس أن جثمان المرحوم الفنان بوسماحة محمد سيصل إلى مطار هواري بالجزائر العاصمة مساء غد الجمعة. وفي بيان لذات المديرية عبر